من هو مخترع التلفزيون؟ للتلفاز أهمية كبيرة في المجتمع، وقد تطورت وازدادت هذه الأهمية في أوائل القرن العشرين، حيث اعتبر التلفاز إحدى وسائل التعليم والاتصال بين الناس، كما تم الاعتماد عليه في منتصف القرن العشرين كوسيلة بث نابضة بالحياة. ومن أهم استخدامات التلفاز بث الأخبار والبرامج الترفيهية للناس، ويعرف التلفاز على أنه عبارة عن جهاز يعمل بنظام إلكتروني الهدف منه نقل الصورة عبر الأسلاك عن طريق تحويل الضوء والصورة إلى أمواج كهربائية ثم إعادتها على شكل ضوء مرئي وصوت مسموع. يسمى التلفاز بالإنجليزية تلفزيون، واختصاره المعتاد هو لفظ تيفي أو تيلي. وإن لفظ التلفاز مشتق من جذور لاتينية ويونانية، حيث يعني بعيد النظر far sight. فالمقطع اليوناني الأول من الكلمة هو تيلي، يعني البعيدة، في حين يعني المقطع الثاني اللاتيني وهو فيجن فيزيون الرؤية. ويمثل التلفاز نظام اتصالات يستخدم على نطاق واسع لبث واستقبال الصور المتحركة والمسموعة من وإلى مسافات بعيدة. ويمكن استعمال مصطلح التلفاز للإشارة إلى البث التلفزيوني أو البرمجة. كما يمكن القول إن التلفاز جهاز إلكتروني يقوم في مبدأ عمله على تلقي الإشارات المرئية والمسموعة، ثم ينقلها إلى المشاهدين على شكل صور مرئية ومسموعة أيضا. اخترع التلفاز المهندس الكهربائي الأسكتلندي جون لوجي بيرت، والذي عاش في الفترة ما بين 1888 و1946، وهو مهندس أصله من مدينة هيلينسبورغ في ألمانيا. وقد كان أول شخص ينقل صورا للأشياء المتحركة، وقد درس وتخرج من جامعة غلاسكو بتخصص الهندسة الكهربائية، كما درس في أكاديمية لارشفيلد. وفي سنة 1922 انتقل جون لوجي بيرد إلى هاستينجاز في ظل ظروفه الصحية السيئة، وبدأ أول تجاربه المتعلقة بجهاز التلفاز باستعمال معدات وخامات من المنزل، وهي صندوق قبعات قديم وزوج من المقصات وبعض من الإبر القديمة وعدسات دراجة ضوئية. وقد وضع أول جهاز اخترعه جون لوجي بيرد في متحف العلوم في جنوب كينسينغتون. كما استطاع بيرد إنتاج أجسام تلفزيونية في عام 1924، كما بث أو أرسل وجوه أشخاص واضحة المعالم في سنة 1925، واستطاع تقديم عرض تلفزيوني للأجسام المتحركة في سنة 1926 في المؤسسة الملكية. وفي سنة 1927 أنشأ شركته الخاصة به، كما استمر في تطوير التلفاز الميكانيكي ونقل محتوى البث بين لندن وغلاسكو باستخدام سلك هاتف طوله 438 مترا. وفي سنة 1929 قدم له مكتب البريد في ألمانيا تسهيلات عديدة حتى يطور الخدمة التلفزيونية، ولكنه أصيب بخيبة الأمل عندما اعتمدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أحد منافسيه وهو ماركوني إيمي، حيث اعتمدت عليه في الصناعة الإلكترونية والموسيقية والتي تستخدم أنظمة نقل إلكترونية عالية الجودة. ولكنه في سنة 1928 استطاع الإعلان عن ظهور التلفاز الملون، كما أن أنهى أبحاثه عن التلفزيون المجسم في سنة 1946. مراحل تطور التلفاز. لم يقتصر اختراع التلفاز على شخص واحد، فالتلفاز في الوقت الحاضر هو نتاج تضافر العديد من الجهود. وعندما بدأت فكرة اختراع التلفاز، كان هناك نوعين من الاتجاهات، إما نهج التلفاز الميكانيكي الذي يعتمد أقراص بول نيبكو الدوارة، أو التلفاز الإلكتروني الذي يعتمد على استخدام أنبوب أشعة الكاثود. إلا أنه في النهاية تم استبدال الأجهزة التي تعمل بنظام ميكانيكي واعتماد الأنظمة الإلكترونية، حيث بدت أكثر فعالية في العمل. وفيما يأتي نبذة عن أسماء المخترعين الذين ساهموا في تطوير التلفاز، بالإضافة إلى نبذة عن رحلة تطوره حتى وقت قريب. في سنة 1884 طور المخترع الألماني بول نيبكو التلفزيون الميكانيكي الرائد عن طريق استخدامه لتكنولوجيا القرص الدوار بهدف نقل الصورة عن طريق الأسلاك، وقد أطلق عليه اسم قرص نيبكو، واعتمد في مبدأ عمله على المسح الضوئي، حيث يتم تحليل شدة الضوء من الأجزاء الصغيرة للصورة ونقلها. في سنة 1920 حصل جون لوجي بيرد على براءة اختراع، حيث استفاد من تقنية القرص الدوار نيبكو، بالإضافة لاستخدامه صفائح من قضبان شفافة لنقل الصورة إلى شاشة التلفاز،
وقد اعتمد النهج الميكانيكي في عمله. تم افتتاح أول محطة تلفزيونية تعتمد النهج الميكانيكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مالكها تشارلز فرانسيس جيكنز، وهو مخترع النظام التلفزيوني الميكانيكي راديو فيزيون. ظهر التلفاز الإلكتروني، حيث طور المخترع الألماني كارل براون أنبوب أشعة كاثود، وهو عبارة عن أنبوب الصورة، ويوجد في أجهزة التلفاز الحديثة. في سنة 1929 قام المخترع الروسي فلاديمير زوريكين بتطوير أنبوب الكاثود، فاخترع أنبوب الكاثود المحسن الذي يسمى كينسكوب. في سنة 1927 ظهرت أول صورة تلفزيونية تتألف من 60 خط أفقي، وكانت الصورة علامة الدولار. وقد كان المخترع الألماني فيلو فارنسورت صاحب هذا الاختراع، والذي حصل بسبب ذلك على براءة اختراع. وقد قام أيضا بتطوير أنبوب التشريح ذو ديسيكتور تيوب. تطورت الاختراعات في مجال التلفاز، وظهر التلفاز الحديث الذي يعمل على جهاز الاستقبال أو الريسيفر، وحصل لويس باركر على براءة الاختراع في نظام الدمج للصوت سنة 1948. في سنة 1953 اخترع مارفن ميدلي مارك ما أطلق عليه آذان الأرنب، وهو عبارة عن هوائيات للتلفاز. في سنة 1925 ظهر نظام التلفاز الملون، عندما قام القائد الروسي فلاديمير بالكشف عن هذا الاختراع، وبدأ العمل بالبث باستخدام هذا النوع في 17 من ديسمبر من سنة 1953، وذلك عندما أذنت له السلطات الفيدرالية بذلك. في سنة 1940 ظهر تلفاز الكابل The Cable Television. في سنة 1950 طورت المؤسسة زينت للإلكترونيات جهاز التحكم بالتلفاز عن بعد، وأطلقت عليه اسم عظام الكسول، وقد بدأ استعمال هذا الجهاز في البيوت الأمريكية لأول مرة سنة 1956. وأخيرا ظهرت لوحات عرض البلازما، واعتمدت في مبدأ عملها على خلايا صغيرة تحتوي في داخلها غازات مشحونة كهربائيا، حيث إن الغرض منها هو توليد صورة عالية الجودة. وقد تم اختراع أول نموذج للوحات البلازما سنة 1964 من قبل كل من دونالد بيترز وجين سلوتو وروبرت ويلسون.